بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنواصل الحديث في كتاب شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضائلها، معانيها، شواهدها ومشاهدها، مطالبها، بقلم شيخ الإسلام الإمام عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه. اختصاص الله تعالى نبيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بأوليات المعالي. لقد اختص الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بأوليات الكمالات والمعالي تشريفا له على غيره، نذكر طرفا منها. الأول، فهو صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض. روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولدي آدم على ربي ولا فخر. الثاني، وهو صلى الله عليه وسلم أول من ينظر إلى ربه تبارك وتعالى. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، ما من أحد إلا وهو تحت لوائي يوم القيامة ينتظر الفرج، وإن معي لواء الحمد، أنا أمشي ويمشي الناس معي حتى آتي باب الجنة فأستفتح فيقال: من هذا؟ فأقول: محمد. فيقال: مرحبا بمحمد. فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا أنظر إليه. الثالث، وهو صلى الله عليه وسلم أول من يؤذن له بالكلام فيثني على الله تعالى. روى البزار عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يجمع الله الناس في صعيد واحد، ولا تتكلم نفس إلا بإذنه، فيكون أول من يدعى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، وعبيدك بين يديك وبك وإليك، لا منجى ولا ملجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت. قال حذيفة: فعند ذلك يشفع، فذلك قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الرابع، وهو صلى الله عليه وسلم أول من يؤذن له بالسجود. روى أحمد والبزار عن أبي هريرة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة. الحديث كما في الخصائص. وروى ابن حبان في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل نبي يوم القيامة منبرا من نور، وإني لعلى أطولها وأنورها، فيجيء مناد ينادي: أين النبي الأمي؟ قال: فتقول الأنبياء: كلنا نبي أمي، فإلى أين أرسل؟ فيرجع الثانية فيقول: أين النبي الأمي العربي؟ قال: فينزل محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى يأتي باب الجنة فيقرعه، فيقول: أي الخازن، من؟ فيقول: محمد أو أحمد. فيقال: أو قد أرسل إليه؟ فيقول: نعم.
فيفتح له فيدخل الجنة فيتجلى له الرب تبارك وتعالى ولا يتجلى لشيء قبله، فيخر لله تعالى ساجدا ويحمده بمحامد لم يحمده بها أحد ممن كان قبله، ولن يحمده بها أحد ممن كان بعده، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك، تكلم تسمع، واشفع تشفع. الحديث، والحمد لله رب العالمين.